السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفانات. اليوم إن شاء الله غادي نحضر مع بعض حلوة رائعة جدا بأربع مكونات فقط وبدون خميرة. كتجي ولا أروعها، هو الشكل ديالها من الداخل صراحة كتجي رائعة. هاي كتجي مقرمشة وفي نفس الوقت هشيشة ورطبة. نتمنى تجربوها، اكيد غادي تنال اعجابكم. الى عجبتكم خليوا لي رايكم في التعليقات. فكتجي شبيهه جدا لواحد الحلوى او البسكوي كيتباع جاهز عند البقال، فجربوها في هذا العيد فهي جد 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 بسيطه. خليوا لي رايكم في التعليقات، انا دائما في انتظار تعليقاتكم وتشجيعاتكم اللي كتساعدني على الاستمرار واعطاء المزيد. نخليكم مع مراحل التحضير وكنتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو للاخر. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات كما شفتوا معايا غادي نحتاجو فقط الأربع مكونات. المكون الأول عندنا 125 غرام من الزبدة، ما يعادل نصف علبة. هاد العلبة اللي عادة كتوزن 250 غرام. عندنا 80 غرام من السكر بودرة، غادي ناخد لكم من بعد القياس في الكأس. عندنا هنايا ربع كيلوغرام من الفول السوداني أو الكاوكاو، ربع كيلو او 250 غرام. عندنا قرصه من الملح طبعا اللي هي ضروريه، والدقيق حسب الخليط. بالنسبه للدقيق فكيختلف في النوعيه، اذا كيختلف في درجه الامتصاص من نوع لاخر. غادي ندوزوا الان على بركه الله لمراحل التحضير، وهنا غادي نحاول انني نقيس لكم قياس بالدقيق باش تعرفوه. بالنسبه للاخوات المبتدئات يعني نعطيكم قياس تقريبي. غادي ندوزوا الان باش غادي نبداو نحضروا الوصفه. بسم الله. الان غادي ناخذ مقلاه، غادي نوضعوا فيها هاد الكاوكاو او الفول السوداني. الان غادي نوضعوا فوق النار، غادي نحمروه سواء في المقلاه او في الفرن، لكن المقلاه كتبقى اسهل وعمليه اكثر من الفرن. اذا هنايا كما شفتوا معايا فوق النار فكنستمروا نحركوه. حاولوا تستمروا في التحريك باش ما يتحرقش ليكم، وكذلك غير تشوفوا اللون ديالو تغير فزولوه، ما تسناوش حتى كيولي اللون ديالو احمر، لانه الا حتى خليتوه حتى ولا احمر فملي غادي تحيدوه غادي يبان لكم من بعد تحرق، لان كيبقى شاد ديك الحراره. اذا بعد ما ولا بهذا الشكل على بركه الله زولناه من فوق النار، فما تخليوش يتحمر بزاف، يعني هي تشوفوا اللون ديالو ولا بحال هكا فزولوه. هنايا كما شفتوا معايا غادي نخليوه حتى كيبرد، وغادي نزولو ليه القشر، غادي نخليوه يبرد قليلا فقط. اذا هنايا بعد ما برد غادي نزولو هاد القشره ديالو. هنايا وريت طريقه التحضير للاخوات المبتدئات، اما الاخوات اللي موالفين كيحضروه فطبعا كلشي كيعرف الطريقه. اذا هنايا بهذه الطريقه كنزولو القشره هكا، هاهي كتزيد لينا القشره القدام، وكيبقى لينا الفول السوداني اولا الكاوكاو اللور هكا. اذا على بركه الله الان غادي نطحنوا هذا الفول السوداني اولا الكاوكاو. على بركه الله غادي نطحنوه. بسم الله. على بركه الله غادي نوضعوا قبصه من الملح، وغادي نبداو نوضعوا الزبده 125 غرام نصف علبه كما عبرت لكم، عبرت هنايا. بعدا على من بعد غادي نضيف السكر، السكر بودره. غادي نوضعوا لكم في الكاس باش تعرفوا القياس بالكاس، تقريبا غادي يكون واحد الكاس غير ممتلئ. اذا ها هو كاس الا ربع تقريبا، كاس غير ممتلئ. غادي نوضعوا السكر هنايا، غادي نخلطوا الزبده مع السكر. وكما شفتوا في هذه الحلوى فهي بدون خميره، غادي تخدموها سواء بالخلاط اليدوي او لا باليد، لكن يستحسن تستعملوا اليد. غادي نوضع الان هاد الفول السوداني ولا الكاوكاو المطحون، ها هو كنطحنوه جيدا باش ما كيظهرش لينا في الحلوى. غادي نخدمو كذلك هاد الزبده مع الفول السوداني اولا الكاوكاو حتى تنسجم. الا حبيتو تضاعفو في المقادير فممكن. على بركه الله الان غادي نبداو في اضافه الدقيق بشكل تدريجي حتى
كتكون عندنا عجينه متماسكه. بعد ما ضفنا كميه الدقيق المناسبه، يعني غير كنحصلوا على عجينه تكون متماسكه هكا، فكناخذوا بعين الاعتبار ما كتكونش متماسكه جدا لان فيها الفول السوداني، فكتجينا بحال هذا الشكل. غادي نحاول الان نقسمها الى نصفين. غادي ناخذ الكره الاولى، من بعد غادي نوضع بلاستيك غذائي. اذا هنايا بعد ما وضعت بلاستيك غذائي غادي نوضع العجينه هنايا في الوسط. فكما قلت لكم كتجي هكا ماشي مشكل لان فيها الكاوكاو او الفول السوداني، فكتبقى لينا على هذا الشكل. غادي نوضعوا بلاستيك اخر، بسم الله، وغادي نحاولوا نبسطوها. بسم الله، تكون شقيقه جدا. بعد ما بسطناها كيكون هذا هو السمك ديالها، فما فيهاش الخميره، يعني خليوها تبقى شويه غليظه. نقطع فقط بالكاس. الان غادي نزولها. علاش وضعنا البلاستيك؟ كيخلينا اننا نزولوا الحلوه. هنايا خديت صفيحه فرن فرشتها بورق الطبخ، ها هو، وغادي نوضع فيه هنايا هذه الحلوه ديالنا. غادي نجمعوا الان العجينه وغادي نحاولوا نشكلوها مره اخرى، وغنعملوا نفس الشيء للعجينه المتبقيه. وغادي نحاول نشكلها. على بركه الله، بعد ما شكلنا الحلوه ديالنا غادي ندخلوها الان الفرن ساخن من قبل. غادي نعملوا النار من الاسفل حتى كتحمر، من بعد غنعملوا النار من الاعلى باش تحمر كذلك من الفوق، ونرجعوا ان شاء الله تشوفوا معايا كيفاش غادي تجي بعد ما نخرجوها من الفرن. بسم الله على بركه الله. الان بعد ما خرجناها من الفرن كما شفتوا كنحمروها بهذا الشكل من الاسفل من الاعلى، نخليوها هكا يبقى اللون ديالها، وكتجي رائعه صراحه. من بعد غادي نذوبوا الشوكولاته على حمام مائي. الان هنايا فذوبت الشوكولاته على حمام مائي كما شفتوا معايا، غادي نبدا بسم الله نوضع الشوكولاته. طبعا فتزيين كيبقى اختيار. اذا هنايا غادي نسقطروها شويه من الشوكولاته، وهنا خديت واحد الورق ديال الزبده وغادي نوضع فيه نوضع الحلوه ديالنا هنايا. بسم الله، كنوضع واحدة أخرى. إذا كذلك نحاولوا نستقطروها من الشوكولاتة. إذا وغنستمروا بنفس الطريقة حتى غادي نكملوا كل كمية اللي متوفرة عندنا. غادي نوضعوا لها الشوكولاتة في الأعلى. هنايا كذلك ذوبت الشوكولاتة البيضاء وخديت هاد الورق ورق الزبده اللي لفيتو على هذا الشكل، ها هو، وغادي نوضع فيه الشوكولاته. بسم الله، من بعد غادي نحاول نقطع هاد الطرف ديال الورق. بسم الله، وغادي نبداو نوضع هكا بهذا الشكل. نحاول نوضعوا الشوكولاته الاخرى، مازال ما تماسكتش لينا مزيان، باش نحاولوا نزينو هكا. غادي نعملوا نفس الشيء لكل قطع. اذا هنايا غادي نعمل هذا الشكل، يعني غنعمل خطوط من جهه واحده، ما غنعملهمش من جهه اخرى، باش كنحصلوا على الشكل الموضح في هذه الحلوه. كما قلت لكم ضروري تعملوا الشوكولاته البيضاء، والشوكولاته السوداء مازالت هكا يعني باقا ما تماسكتش، باش يجينا الشكل على هذا الشكل. الا خليتوها حتى تماسكت فما غاديش يجيكم الشكل هكا. اذا متابعينا، هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. نتمنى انها تنال اعجابكم. الى عجبتكم خليولي رايكم في التعليقات. نتلاقاو في فيديو قادم وصفه اخرى ان شاء الله.
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.